عودة لكم مشاهدينا. أيضا كما شفت الدكتورة في التقرير، كل زميلة مايدي نشكره على هذا التقرير، يعني الدراسة وأوقات الفراغ. دكتورة، هل يعطي اليوم التلميذ ولا الطالب وقت للدراسة أم لا؟ طبعا نحن كأسر جزائرية نركز كثيرا على التحصيل الدراسي، في حين الولد كله له يعني مجموعة في صح، التحصيل. ذكرنا النقطة، نعم، نحن متوصلين من نركز النقطة. نركز هي النقاط متكاملة على كل حال، في التحصيل الدراسي والبدني والنفسي، وكلها تتكامل كي يكون تحصيل جيد دراسي. فأوقات الفراغ الموجودة حاليا بعد يعني بعد الوباء الذي ألم بالعالم كله، ونسأل الله أن يرفعه عنا، إن شاء الله يا رب. فأصبح أوقات الدراسة تقلصت كثيرا، ممكن نص حتى نمط الزمني اليوم تلميذ يعني ما ولاش يقرا كي لم يقراو، يعني نص نهار ساعتين من الزمن، نعم، ربما تخربط شوية تلميذ. تغير التفويج، الاحتكاك، كان في قسم فيه 40 طفل ولا في قسم 15 20، أي نعم، كل هذه تغيرت وأصبح لديه فراغ كبير. معناه هذا الفراغ الذي يعني الأمر الحال هو الذي فرضه على التلميذ وفرضه على العائلة على الأولياء، الأولياء، فيجب أن نستغله فيما يفيد هذا التلميذ، يعزز مردوده الدراسي ويعزز مردوده الصحي والبدني نمطه الفكري. طبعا طبعا، هذا الهدف، يعني الفراغ مهالك، مهلكة إذا لم يستغل ولم يشغل، إذا لم نشغل هذا الفراغ بما يفيد إيجابيا أبنائنا سيشغلونه بما هو سلبي. ونعلم أن التربية قبل الهواتف النقالة وقبل الانفتاح عن العالم كانت زي، بعد الانفتاح وبعد الهواتف أصبح التربية أمر آخر. أكيد سنخصص موضوع في هذا المجال، لذلك يجب إن شاء الله أن نحتوي أبناءنا وأن نشغلهم قبل أن ينشغلوا عن الدراسة وعننا وعن البيت وعن كل شيء. طيب دكتورة، كيف يعني التلميذ ولا طالب يدخل للبيت؟ كاين اولياء يقولوا له يعني مباشره لازم تزيد تقرا، كاين اللي يلعب ما يعطيش وقت للدراسه، كيف ربما تشوفي تقسيم وقت الطالب ولا التلميذ؟ واكيد الاولياء عندهم دور في هذا الشيء. طبعا طبعا، هو الولي والمعلم، المربي ممكن انا كأم أربي والمعلم كذلك يربي، نحن الذين حول كلنا ما دمنا حول هذا التلميذ وهذا الطفل، نحن نساهم ونساعده حتى يضع البرامج التي تمشي عليه. يعني كل طفل حسب الأطفال، يعني عندي طفل حركي يتحرك ياسر، ممكن نعمل له رياضة وبعدين نعمل يجي يراجع، لأنه الرياضة اسمحي لي فقط ربما تنمي القدرات الذاتية اللي عنده. كاين اطباء حتى ينصحوا بها، يشوف هذاك الطفل يقول له لا ربما لازم تمارس رياضه معينه. طبعا طبعا، هو الان في الجزائر كل لما تروحي تتقدمي على رياضه لابنك يجب ان يكون شهاده طبيه تسمح بممارسه هذا النشاط او هذا وذاك، فهذا اللي وكاين رياضات تزيد في ثقه النفس، كاين رياضات، هي الرياضه كلها جيده، إن لم تكن مثلا في ثقة أو كذا تكون على جسمه، فجسمه يكون صحيح، وإذا كان الجسم صحيح أكيد يكون العقل متفتح وكذا، يستوعب الذي يستوعب في يستوعبه تلميذ لا يمارس الرياضة في ساعتين يستوعبه في نص ساعة مثلا. دكتورة رشيدة، يعني تكلمت قبل قليل عن وباء كورونا، عافانا الله إن شاء الله من هذا، آمين يا رب من هذا الوباء. ربما ولينا نشوفوا أنه التلميذ ولا عنده قسط من الزمن وما ولاش ربما يحب الدراسة، فربما كيف نقدروا نحببوه في هذه الدراسة؟ هو حب الدراسة وغير
غير حب الدراسه لازم لها يعني احصائيات و يعني احصائيات واقعيه ودقيقه. اما يعني اللي شفتهم انا يحبوا الدراسه، خاصه انه كاين فيها هذا التفويج ولا الفوج، القسم فيه عدد قليل ولا عدد التنمر في التلاميذ في بعضهم ولا اقل، الاستاذ ولا يتوله للتلميذ اكثر، والمردود التلميذ، انا الاساتذه اللي تهدرت معاهم يعني قالوا لي تلاميذنا زاد مردودهم العلمي رب ضاره نافعه يعني. فلما يزيد مردوده هو يولي واثق من نفسه، يعني واثق من ذاته، فيزيد يقبل. يعني انت لما يعجبك تجيبي حاجه مليحه في المدرسه واستاذك يشجعك وشايفه روحك في المدرسه اكيد تحبي تروحي. اما امور انه الوباء هذا كما كان له اثر سلبي على نحن البالغين، كذلك الاطفال لهم له اثر سلبي عليهم، يعني هذا الحزن وهذا الخوف من هذا المجهول. وبين قوسين نحن يعني نقول لك هذه النقطه، اسمحي لي، نحن الطفل جعلناه هو السبب، وكانه نحن كنا نمرض وعندنا ليسين كلينيك معناها تاع المرض، هو راه ناقل للفيروس بدون ما علم، فيروح للجده تقول بعده الطفل ربما يحمل الفيروس، يروح هذا ربما اللي يجعل الطفل ينكمش ويصاب ربما به. دكتورة اسمحي لي، يعني حتى انتوما كأساتذة ولا المعلم في القسم يكون مرتاح لما يلقى عدد التلميذ قليل، يلقى انه الدرس تاعو تعب تاعو ما راحش هكذاك، يعني يلقى انه التلميذ ولا الطالب استوعب هذاك طبعا الدرس. هو هذا التفويج له سيف ذو حدين على فكرة، يعني كثير الأساتذة ارتاحوا لهذا التحصيل الجيد لتلاميذهم لما يشوفوهم فهموا ليه، وخاصة انه الساعة نقصوا لها، يعني تولي قيمة الحصة نقصوا لها في الحجم الساعي. في الحجم الساعي نعم. ولكن الأساتذة يعني يحليلهم يقعد يعاود نفس الدرس والأستاذة هذيك واقفة مع الفوج هذا والفوج هذا والفوج هذا، فيتعبوا في هذا الجانب، وبالتالي التفويج كان جدا مفيد للتلاميذ ولكن أتعب الأساتذة، ومفيد للأساتذة ولكن أتعبهم نعم. من حيث يعني دكتور أنت كي تشوفي أنه هذا المحصول الدراسي ساعد ولا احسن محصول دراسي الان؟ هو قلت لك ما عندناش احصائيات باش نعم عموما يعني حكم جازم. انا في ولادتي رايته انه انا ام لخمس اطفال على فكره، رايته انه ساعدهم، يعني محصول يعني نتائجهم الدراسيه جيده، وكان لهم وسع، الكورونا خلتهم معنا في البيت، شبعوا تحضان، تعرفنا عليهم، صرت الاب والام العامله، فمعناها كان لهم قسط من الحب والحب هذا. دكتوره اسمحي لي فقط نتكلموا على، انت تكلمتي الان الله يبارك، ام لخمسه اولاد، نوجه لهم تحيه حتى. كيفاش راكي يعني انت يعني تعاملي مراه عامله، كيفاش ربما كي تقسمي وقتك بين المنزل الاولاد والعمل تاعك؟ اي طبعا هو المراحل دوكا انا ولادتي كبروا، معناها ولا يعتمد عليهم، ولا يقدر الكبير يعني يحط الميدة يوكل خاوته وكذا، الأكبر يرعى الصغير، ولكن لما كانوا صغار كانوا متعبين، تعبي جدا، وبين العمل والمرأة، المرأة والطفل والأب، يعني كلنا مشتاقين بعضنا البعض، فهمتي؟ فأنا كنت أريد لما قلت الحب حبست فيها، الحب هذا في نظرة، في حضن، في قبلة على الخد، على فهذا يعني نحن بالحب بالعلاقة سواء المربي كأم أو كأستاذ كمعلم نعم. يكسب نحن واش حابين من ولادنا، يقراوا ويتبعوا البروجرام ويكونوا مؤدبين ويصليوا يكون عندهم يعني روتين يومي يمشيوا عليه ويخرجوا صالحين، بمعنى انهم بهذا الشكل معناه مؤدبين مجتمعا، يكونوا صالحين لمجتمعهم. ف 70% من التربيه في علاقتي انا بابني، في علاقة الأستاذ بتلميذه، فإذا كانت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ جيدة راه ينتبه له ويسمع له الدرس ويتبعه ويركز معاه ويجيب نتائج جيدة اللي نحن حابينها، وكذلك الأم.
فالعلاقه واش فيها؟ فيها بعض الحب، بعض الاحترام، تقبل الطفل، وعدم يعني التلفظ بالفاظ اللي مثلا طبعاً. انت 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 لا انت لا تعرف، انت جاهل، انت حيوان نطلقوه على الاطفال، هذا لا يليق ابدا، والا تضعف شخصيتهم، لما تضعف يضعف مردودهم التعليم. البيت يربي والمدرسه نعم اكيد طبعاً تربي. التربيه والتعليم، وهذاك احنا نقولوا التربيه، ولكن نركزوا التربيه صح، ويجي التعليم من كما قلت لك سلسله. جربيها، اي واحد يسمعنا معنا في عائلته يقول ابنائه اذا حبوا استاذ يقراوا له، يوجدوا له الدرس قبل ما يقراوه باش يفرح بهم الاستاذ. نعم. واذا فيه تجارب يروح يقوموا بها، واذا فيه بحث يروح يديروا. لا دكتوره، لانه كاين اولياء انه ما عجبهمش النمط الزمني اللي تحدثتي عليه، ولكن كما راكي ذكرتي الان هو نحوسوا على المحصول في الـ في الـ في, الـ في الاخير. يعني التلميذ اصبح يعني مرتاح في القسم، ما كاش كثير من تلاميذ ولا طلاب، حتى انتم كنتم مرتاحين. يتمنى منه نحطوا في المدرسه من الصباح حتى العشيه باش نروح. باش نوجهوا فقط رساله للاولياء. نعم، هو ظرف الحال يا استاذه، يعني مش نحن بغينا يجي كورونا وتشدنا في البيوت وتفرض علينا هذا الوضع، وضع الحال كما نحن نتعاون نحن وابنائنا، يعني باش نفوتوا. نعم. نفوتوا هذه المرحله، ربما تعود في العام يعني الموسم الدراسي القادم، ربما تمشي. ولكن كما سبق وذكرت، اسمح لي فقط، كما فيه سلبيات كما فيه ايجابيات ايضا. اعطيك الصحه، معناه اللي انا قلت لك في جانب الايجابي، ربما اللي يشوفوا في الجانب السلبي راه كورونا كلها سلبية، جت على التجار، جت على يعني أرباب العمل، جت على المعلمين، جت على كل مواطن، كل 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 يعني، وجت على الأرواح. يعني شفتي احنا نتكلم على التلاميذ، التلميذ لما يموت واحد من عائلته، يعني والد تاعه ولا الأم ولا الجدة ولا هذا، راه نفسيا راه يؤثر جدا. ربما هذا اللي نكلاسيو فيه التلميذ هذا اللي مردوده منكمش في القسم ومردوده قليل وكذا. ف نعم. هذا وباء، ونسأل الله أن يرفعه عنا دائما. دكتورة، فقرتنا احنا عندنا في برامج صباح الوطنية فقرات متعدة، عندنا فقرة نوستالجي لتولي بنا للوراء للزمن الجميل، نستمعوا فيها أغاني قدم، أغاني أفلام، مسلسلات، حتى رسوم متحركة. دكتورة قولي لنا هكا أغنية قديمة كنتي تحبيها وما زلتي للآن يعني تحبي تستمعي لها. الحقيقة نحن يعني فاجأتني بالسؤال. وأنا صغيرة في مرحلة صغر، يعني كنا نحن قبائل على كل حال، ونستمع الأغاني القبائلية، فنشفى وأنا صغيرة كنت أحفظ بعض الأغاني حتى يشدوني، يقولوا لي قولي لنا هذيك الأغنية، فأنا أردد، كنت أستمع لأيت من قلت على كل حال. نعم. وكنا يعني منطقة قبائلية، فكنا حتى في القسم نديروه أنشودة، يعني معناها زينة وأنا حلو. أنت تتكلمي على الأطفال، مرة أولادي كانوا يتفرجوا، واحد منهم يتفرج في زينة وأنا حول، قال لي يا ماما زينة هل هي نحلة أم دبور، يعني كما بوزنزن كما نقول. سؤال وجيه والله. أنت قولي جاوبيني. نعم. واش هي، نحلة أم دبور؟ ماما زينة نحلة ونحول دبور. فهو قال لي، قلت له أنا هي نحلة كما جاوبتي، قال لي ولكن جسمها فيها الأصفر والأسود، والنحلة ما فيهاش الأصفر. فشتي الطفل كم، فقلت له انت الصح وانا الخطا. هذا في التركيز. الله يبارك. شفتي كيفاش يعني اطفالنا يفاجئونا، لهم طاقات يعني كبيره، وناخذها نحن نتعلم منهم لا باس. نعم. دكتوره في الاخير فقط، تكلمتي على الحب يعني اللي لازم يكون في هذيك الاسره، الحب والمشاعر. نعم. يعني نحن لما نشوف الغربيين يقول انا حزين ما يروحش للضرب، يقول انا حزين وراني زعفت منك وكذا. نحن ما عندناش هذه، لما نزعفوا نروح نضربوا، لانه لا نعبر عن مشاعرنا. فالتعبير عن المشاعر يكون باسلوب تربوي يستعمله الاباء والمربون. كيفاش هذا الاسلوب التربوي الجميل يعني اللي ماذا بيا كنا نتعلموه؟ مثلا يجي وليدك ضربوا وليد عمه ولا وليد الحومه ولا، فيقول لك ضربني فلان وانا نكرهه، ضربني علي او مصطفى وانا نكره مصطفى. يعني الكره مزروع.
داخل هو يعبر عبر. نعم. انت تروحي تصحي هذا، يسموه الاستماع العاكس، انت ترجمي له ذاك الاحساس، تقول له انت اذا انت زعفان على لانه ضربك هذا مصطفى وحزين لانه ضربك، فيقول إيه هو انت تحملتي استوعبتي شعوره، ربما تحلو الدمعه، ربما فتقول له واش نديروا لمصطفى اللي دار هذا السلوك السيء، السلوك وسلوك دار مصطفى، فيقول لك معليش نشدوه والمره الجايه نقولوا له ما يزيدش يعاود. فشفتي الاستماع العكس، لا هذا واش يديروه الغرب، وهذه سهله حتى نحن موجوده في الجزائر، ان انا حتى انا وانت مثلا بيناتنا حديث الكبار ولا الصغار. نعم. نقول لك مثلا قلتي كلمه، نقول لك والله زعفتني هذيك وجرحتني الكلمه هذه، وانت ربما لم تنتبهي، فتقولي لي اذا سمحي لي ولا الحوار دكتوره. الحوار وترجمه المشاعر. نعم. لما نكون المشاعر الحزن، مشاعر الغضب، مشاعر الحب، مشاعر الامتنان، مشاعر كل هذه مشاعر نعم. لما نترجموها ولما نهضروها نوليو اقل عنفا. نعم. واكثر حبا، والحب قلت لك بنظره، بحضن، بقبله، في ابتسامه طبعا. لازم يعني الواحد يعبر عن المشاعر تاعو، مشاعر. نعم. لكل شخص يحبه اكيد. طبعا. طبعا. ام اخ، خاصه نحن في المرحله هذه، مرحله الكوفيد، ما نجي انا ما سلمتش عليك دخلت، ولكن قابلتيني بابتسامه. اي نعم. ما كن بلا ماسك، لما نضع الماسك حتى الماسك يغطي يعني التعابير، الوجه للحب، للاشتياق، لكذا، فنحن ممكن لازم نعبروا. انا احبك. النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم يعني قال، واحد هضر على صديقه من الصحابه، قال الجزائريين ما يحبوش يعبروا بزاف. نتعلموا نغرسوا في ابنائنا، يجي لهم يوليو يعبرون بحب، وينقص العنف والضرب، فتتحسن. ان شاء الله تكون كل ايامنا حب. طبعاً يا طبعاً. رب ان شاء الله.